ياسر توفيق الرئيسي. في هذه الحلقة من النجدة، الشرطة الخاصة ترافق الشرطة القضائية في عملية قبض طالت مطلوبين. كيف تحولت إحدى المداهمات إلى قصة إنسانية؟ والله حتى الضابط، يعني حتى الضابط اللي أخذنا بكل التأمين، والله العظيم والله العظيم والله العظيم عندي بنتين أمراض ما معي تأمين أوديهن على الصحة. تبين موضوع الدوريات اللي يمكن عندك اليوم. رئيسي سبيل ثلاث، سبيل ثلاثة جيم. القوة الخاصة من المكافحة بارتباك التحرك والتواصل مع خاصة الحزم، الأمور جاهزة. صحيح صحيح باشا، كذلك بالتوفيق للجميع. في بداية هذه الليلة، الشرطة القضائية والشرطة الخاصة تستعدان لتنفيذ حملات قبض استهدفت مطلوبين بموجب مذكرات قضائية في مناطق متفرقة في رام الله. في أحد الليالي طلب منا كعمليات من قبل مدير الشرطة القضائية المساندة في تجهيز قوة للتحرك لأحد القرى من أجل إلقاء القبض على مطلوبين للقضاء والعدالة. صدر بحقهم مذكرات قضائية وأوامر حبس. يعطيكم العافية، بلغونا حال انتهاء الدوريات الليلية، بلغونا بالنتائج الجديدة. صحيح. رئيسي حازم 1-1، تجهيز دوريتين بخصوص المهمة الخارجية. تم تجهيز القوة المناسبة وتم تحريكها برفقة الشرطة القضائية إلى إحدى القرى. ضحكت الكراسي. لقينا إشارة من عمليات الشرطة إنه في مهمة مع الشرطة القضائية متوجهين لطرفهم على بداية رام الله، وهناك نعرف التفاصيل.
التقت القوات للاطلاع على كل التفاصيل اللازمة لأخذ الحيطة والحذر أثناء العملية. الشرطة القضائية إدارة تتبع الشرطة، إدارة متخصصة تتبع الشرطة الفلسطينية، مهمتها تنفيذ قرارات المحاكم المختلفة بدرجاتها وأنواعها، تنفيذ قرارات النيابة العامة والنيابة العسكرية في بعض الشق اللي يخص الطرف المدني في أي قضية. مهمتها جلب وإلقاء القبض على المطلوبين، كذلك مهمتها تنفيذ قرارات المحاكم من خلال مرافقة مأمور التنفيذ لتنفيذ قرارات المحاكم المختلفة، كان إخلاء أو غيره من جميع القرارات. وصلت قوة الشرطة لمنزل المطلوب الأول الذي حاول الهرب فور علمه بالمداهمة. وحاول تهرب بالخلف. وقف عندك، وقف عندك. تسنى للمطلوب الفرار وتم إلقاء القبض عليه. في هذه العملية تم إلقاء القبض على المطلوب الأخطر الذي صدرت ضده 11 مذكرة اعتقال واقتيد إلى الحافلة الخاصة، والحملة لم تتوقف. تحرك جاهزين، تحركوا في ذات الليلة. توجهت قوات الشرطة برفقة طواقم البرنامج لمواقع المطلوبين الآخرين. في هون. تحرك. حمد فضي ثلاث، اطلع البيت فضاك. أربعة. سرعة. اطلع مع حمد. انقسمت القوات لتنفيذ مداهمتين لمنزلين متجاورين بالتزامن. اطلع شرطة. يلا افتح الباب. لا بس. وصل أفراد طاقمنا الذين كانوا في المنزل الأول. هناك حالة إنسانية تحتاج للتغطية في المنزل الآخر. توجهنا على الفور لنرى وجها آخر لم يكن بالحسبان. ليش عمرك؟ عمري 44 سنة. شو عندك مرض؟ شو مرضك؟ أنا عندي جلطة في القلب ومركب شبكيات جديد، وركبتهم عن طريق الشرطة، يعني الشرطة اللي دفعت. أكيد، لأن أنا بقيت محبوس، جيت على أجي يأخذوني زي هيك حكم 14 يوم، وال 14 يوم قضيتهم في المستشفى. يعني الشرطة اللي ودوك على نعم صحيح. طيب أنت بتعرف إنه عليك قضايا؟ أنا مش ما بعرف، أنا بعرف إنه علي مصاري بس مش قادر أدفع. زلمة بشتغلش، لا بشتغل ولا بعتمد. طب ومين بصرف عليكم؟ مع الحسنة عايشة. تم رصد الأشخاص المهمين والمطلوبين. تحركنا، الشخص الأول كان صادر بحقه 11 مذكرة قضائية تم إلقاء القبض عليه. الشخص الثاني كان بحقه 3 مذكرات قضائية. الشخص الثالث كان صادر بحقه 2 حبس مذكرتين. فلما توجهنا للمنزل كانت الحالة يعني
مأساوية، الحالة المعيشية، حالة البيت. طيب هسه وضعك الصحي شنو؟ ليش تشكي؟ أنا عندي يعني جديد، يعني قبل 4 أيام من الموت طلعت أنا. عندي التهابات شديدة وعندي موالع وعندي شبكية جديدة اللي ركبتها وجلطة في القلب شديد يعني، وعندي اللهم صل على سيدنا محمد كريات، عندي التهابات في كريات الدم البيضاء، بكتيريا قاعدة بتفتت في كريات الدم البيضاء عندي. قال السلام عليك يا اخوي، ساكن لحالك بالبيت؟ لا، معي مرتي وبناتي. طب يعني هذا البيت شو؟ زي ما انت شايف والله يا سيدي، هاي البيت الغرفة ومطبخ صغير وغرفة صغيرة، يعني هذا هو بيتي. هذا هو بيتي. هذا هو تاي، تفضل شوف زين، ساتر حالي فيه. هذا هو بيتي. إذا أعطناك فرصة تخلص، ليش بدك وقت تخلص؟ أنا عدت سهيل الله يعني، بالك أنت واحد بروح بيحبس حاله عشان تسميه شيكل. لو أنا موجودة تسميه شيكل ما رحتش أدفعها. عم إحنا هاد بنعرف شو بس. الحمد لله يا سيدي، كيف وضعك؟ جيت مرة الفاتحة، ليش ما خلصتش؟ ليش رجعت مرة ثانية؟ والله يا سيدي ما معك قاعدة، ماني قضيتها في السيد، لما أخذتهم المرة الفاتحة قضيتهم عندكم في المستشفى، ما قعدتش ساعة عندكم يا سيدي. طيب يعني بعد المستشفى روحت أنت؟ فش، روحت فش، والله ماني قادر يا سيدي، والله ماني قادر طالما المرضى جديدة لسه، والله مالي 3 أيام. قبل 6 شهور حجيناك يعني مش امبارح. منية بس والله مالي 3 أيام طالع من مرضى جديدة، أنا مش قادر، لا صحت سامحيت لي يا سيدي ولا وضع سامحني، بعدين أنا والله مقطوع من شجرة، ما في حدا يدفع عني. يعني حتى الوضع الصحي بروح براجع الصحة وبعطوا التقارير في حالتك وأنت بتقدم للمحكمة. ما بصير كيف تنفذ أمورك وتخلصها يعني، تضل معلقة أمور الناس، حقوق الناس وين بتروح؟ قدر الله، الله يجيب اللي فيه الخير. طب توجهت لشؤون وضعك الصحي ولا وضعك؟ والله لا رحت ولا اجيت. كيف الناس تعرف؟ والله لا رحت ولا اجيت. كيف بدهم يعرفوا وضعك يعني؟ كيف عايش؟ كيف عايش طيب؟ والله عايش على الحسنة، من اولاد الناس الطياب شغلك. اصحابنا وهلنا كثير الحمد لله، وبيعرفوا شو وضعي يعني وشو بقيت وكيف بقى وضعي وكيف صار وضعي، واصحابنا الحمد لله اللي ما كنا نقصر معهم ما حدا مقصر معنا يعني. اللي بيقدروا عليه بيقدموا الشبه. يا شيخ شو تعني انت؟ انت شو ما تبصر؟ انا فضل التغيير هويه وصير اكيد تسعمل شكل بتوتر فيش غير يعني، بتقدر تنزل لي فوق من هيك زي المره اللي فاتت يعني. حتى انا بعرف يا سيدي، انا اعطوني تعملوا لي معروف، اعطوني فرصه بلكي عرفت اخلص فيها. وانت لو تراجعنا بنحاول نساعدك احنا يعني، بنحاول نساعدك في اي مكان، نجيب لك مساعده من حدا او اللي بنقدر عليه نمشي لك اياه بنساعدك يعني، بس انت قاعد في الدار لا مخلص الناس ولا مخلص مع الشرطه. يعني كنت تقول انتم اللي عالجتوني؟ والله انتم اللي عالجتوني، والله حتى الضابط يعني، حتى الضابط اللي اخذنا بقول لي تامين، والله العظيم والله العظيم والله العظيم عندي بنتين امراض ما معي تامين اوديهن على الصحه. يعني الجا للشؤون، مش في مؤسسات، الجا للشؤون، هم بنجروا شو بيجوا بهون الضرب يعرفوا وين انتم شو؟ والله ما حدا بيعرف عني شيء. طيب كيف والله اقول لك في حدا بيعرف عني شيء؟ ما حدا بيعرف. كيف الناس اللي بتساعدك؟ شو انت اللي مساعدوك يعني ما دام حدا بيعرف عنك شيء؟ وحتى نكون على اطلاع كامل طلبنا اذنا للتصوير داخل المنزل. هذا بيتك؟ هذا المطبخ. هذا المطبخ ها؟ هذا البنات اصدر نايمات، تفضل اصدر. ادخل تدخل. طبعا هاي غرفة عيارة شو؟ فتعاملنا مع الشخص نفسه بروح القانون، حاولنا نفهم شو وضعه شو إمكانياته شو ليش الحالة صارت معه وسط هيك. فلما شفنا وقدرنا الموقف اللي صار، فأخذنا قرار إنه نعطيه مهلة لإنهاء ملفه، وكمان وضعه الإنساني اللي هو وضع المنزل، وضع البيت، وضع الحال المكان ساكن فيه. فاحنا حاولنا نساعد بطريقة انه نعطيه فرصة يكون حتى اذا في امكان للمساعدة نساعده احنا.
والله مش شتوي ما بنزل عليك مي. خليها على الله البدر بدر يا سيدي. بنزل مي البدر بدر الحمد لله. الله بعين. الحمد لله على كل شيء. ايش عندك ولاد عمي؟ عندي هان هين الله يخلي لك، عندي هان خمس بنات. اسمه هو احنا عشان نعرف شو حالتك لازم انت رجيت تراجعتنا لازم بلغتنا شو وضعك شو امورك واحنا ننتظر عليه نساعد الامور هاي ما بفهمش فيها مش شرط تفهم فيها يعني قسما بالله العظيم يعني ما بعرفش كيف بدي اقول لك يعني المره اللي فاتت يوم ما جيت من هان اجتني الجلطه لما مش متعود لا شرطه تجي يعني انا صديق للشرطه مش شرطه تيجي تاخذني الشرطه بتيجي تاخذك انا عارف حقوق حقوق لا عفوا فهمني غلط يا سيدي المقصد عزه النفس يعني انه كيف تيجي شرطه على باب داري عشان تسميك شكل بغض النظر عن المبلغ احنا ما بنحاسب المبالغ ولا مين صاحب المبالغ ان احنا بنحب الناس تيجي تخلص وتراجعنا قبل ما احنا نيجي نراجع صحيح صحيح اكيد انت اول اشي تشرفنا بشربتكم ثاني اشي يعني اكيد انت متجاي علي هانا وحابب انك تيجي تاخذني اكيد انت بتعرف ولا غيرك يعني صحيح. يعني بس للاسف الشديد يعني شو بدي اقول اكثر من اللي حكيته هنا كان التعامل الشرطي مع هذه الحالة بطريقة انسانية بعد حوار طال لأكثر من نصف ساعة حاول الأطراف الوصول لنقطة اتفاق تراعي حالة المتهم الاجتماعية والصحية دون إغفال الحق العام انتهى اليوم الأول ونجحت القوات في القبض على المطلوبين كما خطط لذلك وفي اليوم التالي لم تنتهي الحالة السابقة إلى هنا وبأوامر من الشرطة تم التوجه للأطراف المختلفة لبحث حالة المتهم ووضعه الصحي والاجتماعي فتحولت القضية من حالة قبض إلى خطوات لإيجاد حل فعال بالشراكة مع كافة الأطراف في أول خطوة جمعت المعلومات عن الحالة من وزارة التنمية الاجتماعية بس مبدئيا احنا حبينا نضع الحالة بين ايديكم وباقي جوال التواصل معهم وباقي في معاه رقم بعد شو حال الجو شغال ولا 0597 مكان موقوف ولا مكان موقوف ثم عرضت الحالة المصورة على العقيد خالد التميمي لمناقشتها أنا شخصيا للأمانة إني تأثرت جدا بوضعه يعني أبسط شيء ممكن أقدمه أدفع عنه هذا المبلغ بكرة الصبح هدول قبل ما نيجي هون بنمر على المحكمة بنخلصهم أنا وياك وبنجيبهم معنا بكرة أنا بمر على المحكمة بجهزهم تمام؟ كلاسك مرحبا كيف حالك
الخطوة الأخيرة كانت بمقابلة الدكتورة ليلى غنام محافظ محافظة رام الله والبيرة لمناقشة الإجراءات التي ستتبعها المحافظة بالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية. كل انتم عالجتون انا بقى والله انتم لا عالجتون والله حتى الضابط يعني حتى الضابط اللي اخذنا بقول لي تامين والله العظيم والله العظيم والله العظيم عندي بنتين امراض ما معي تامين اوديهن على الصحه. طيب اول اشي اهلا وسهلا فيكم. احنا دايما منفتحين وهالبرنامج رائع ويمكن انتو كان الهدف من المشاركة للاطلاع على عمل الاجهزة الامنية بالتنفيذ ما كان في بالكو ان ممكن تشوفوا هيك حالات. احنا بنشوفها كثير هاي الحالات. اليوم هي تصورت ورح نتابعها بالتصوير عشان حلقتك بس احنا دايما بنشوف هاي الحالات. فاكيد احنا حياة الانسان عنا اولا. هذه الحالة مثل حالات كثيرة قبلها مرة ثانية بقول ما تصورت. رح ناخذها بعين الاعتبار مش لأمر الحبس اللي هو عليه. كيف بدنا نساعد هاي الأسرة بالتأمين الصحي بالتأكد إن البنات بأخذوا حقهم بالتعليم بأخذوا حقهم بالحياة من ناحية المأكل والمشرب وتحسين المسكن لأنه في كثير حالات. فإحنا دائما في بحث اجتماعي بيصير عن العيلة رح نتشارك إحنا أكيد والتنمية الاجتماعية لأن هاي حالة يمكن الناس بتكون ما عارفة وين تتوجه الصح نتوجه لهم. فعشان هيك يعني احنا هاي الحالة كغيرها راح نتبعها نتبع زي ما قلت لك مش بس قصة اوامر الحبس. اذا في عنده غير هذا الامر يجب ان يكون هناك جدولا لكن حدا يساعده عشان اولاده. فمن هون يعني اعتبر انه الموضوع سواء كملت التصوير ولا ما كملته لانه حالات كثيرة مش مصورة عنا. هذا اساس الامن والامان تأمين الامن الحياتي للناس ان شاء الله. وكل هاي الامور ان شاء الله ستتابع ويكونوا العائله راضيه. يعطيكم العافيه شباب يسعدك يعطيكم العافيه دائما رامرين راسنا موفقين الله يسعدك الله يبارك فيك يعطيك العافيه الله يسعدك. قمنا بايصال رساله للعديد من الجهات الرسميه في المحافظه في محافظه رام الله ومدينه رام الله حيث تم التوجه الى المحافظه كون عطوفه الدكتوره ليلى هي من محافظه رام الله ومسؤوله عن جميع البلدات والقرى في المحافظه. وعدت خيرا بالمساعده واوعزت للجهات المعنيه والرسميه طرفها وكلفت اشخاص من داخل المحافظه بمتابعه الحاله. في نهايه اليوم الثاني وبمشاركه طاقم التصوير مع الشرطه زرنا الحاله ليكون على درايه شامله بما تم الاتفاق عليه مع الجهات المختلفه. وليكون هذا الأمر أول خطوة نحو التغيير الاجتماعي ولتجنب أي أخطاء مشابهة في المستقبل. ورحنا إحنا على الجهات اللي أنا ذكرت لك فيها على أساس خلال هاي الأيام وخلال هاي الفترة من ضمنها أنه على الأقل جابوا لك أمر استرداد للمحكمة بعد ما تم دفع التكاليف. هذا على الأقل. هلأ اللي بحكي لك إياه أنه إحنا هذه القصة وهذه الحلقة كلها راح ننشرها من بعد إذنك بدون ما نبين وجهك. في عندك اي مشكله بنشر القصه دون ذكر الاسماء ودون ما نبين الوجه ولا اي تفاصيل تذكر؟ لا ما عندي مشكله. ما عندك مشكله احترام لك وللقائد العام اللي هو حاسب اسرائيل والحشوات يعني ربنا الله يعني تعاملوا معي بانسانيه ان كان حاليا ولا اثناء اعتقالي مده 14 يوم قضيتها في المستشفى. كانت يعني معامله الشرطه بالنسبه لي كاخوه. توجهنا مرة أخرى للمنزل في أحد الليالي للتأكد من أنه الجهات اللي تم التواصل معها قامت بدورها وبالفعل أكد أنه هناك بعض الاتصالات من قبل المجلس المحلي والجهات الأخرى والتنمية الاجتماعية وجاري معالجة موضوع من قبل هذه الجهات المعنية.
إلى هنا تنتهي ليلة أخرى من ليالي النجدة. تبين موضوع الدورية في الليل في عندك اليوم؟ القوة الخاصة من المكافحة بارتباط التحرك والتواصل مع خاصة الحزم، الأمور جاهزة. صحيح صحيح باشا، كذلك بالتوفيق للجميع.